نبتدي مع بعض مراجعتنا لسفر الخروج. شفنا ان سفر التكوين بينتهي بنزول يعقوب واولاده الى ارض مصر، وان هم تحركوا لما حصلت مجاعة في الارض اللي هم كانوا عايشين فيها، ونزلوا عند يوسف في ارض مصر، وراح يوسف اداهم منطقة جاسان اللي هي كانت منطقة راعي، وسكنوا فيها واستوطنوا فيها. واول ما نزلوا كانوا 70 نفس، لكن ابتدوا يتكاثروا لحد ما يوسف مات. وينتهي سفر التكوين بقصة موت يوسف، وان هو لما مات اوصى من جهة عظامه. وشفنا في سفر التكوين اللي ابتدى بكلمة الحياة، ان ربنا خلق، الا انه ينتهي بسيرة الموت. يبتدي سفر الخروج بعد كده يكلمنا ازاي الانسان يخرج او يعبر من هذا الموت. وزي ما بيحبوا يسموا سفر الخروج ان هو انجيل العهد القديم، لان سفر الخروج بيتكلم عن فكرة الخلاص. هنشوف الخلاص من العبودية، خلاص من الموت، خلاص من الاعداء، الخلاص من الشهوات. فسفر الخروج هو سفر الخلاص. دول اولاد يعقوب اللي هم شعب اسرائيل لما استوطنوا منطقة جاسان واشتغلوا براعي الاغنام، وكان ليهم شبه عزلة عن المصريين، لان المصريين كانوا بيعتبروا رعاية الاغنام دي نجاسة او رجاسة عند المصريين. لحد ما قام فرعون لم يكن يعرف يوسف، فلقى ان شعب اسرائيل عمال يزيد في العدد يوم بعد يوم، فكان القرار بتاعه هلما نحتال عليهم لألا ينمو. وهنا نرى اول رمز في سفر الخروج لفرعون اللي هو رمز للشيطان. وخطة الشيطان تتبروز كده، نفس الآية اللي قالها فرعون: نحتال عليهم لألا ينمو. الشيطان خطته ضد الإنسان إنه يحتال عليه، يخدعه، لأنه عايز يمنعه من النمو. يقول لك آه عايز تروح الكنيسة روح، عايز تتوب توب، عايز تعرف ربنا اعرف ربنا، مش هقول لك لا، لكن بعد ما تعمل الحاجات دي اقف لحد هنا، ما تنموش. عشان كده الحرب الروحية باستمرار ما هيش موجهة لسقوط الإنسان من أجل الإنسان يقع، على قد ما هي موجهة لنمو الإنسان. لأن إنسان ما بينموش معناه إنه بينهار، يبقى بيموت. فكانت خطة فرعون لما لقى إن الشعب ده كتير إنه عاوز يحتال عليهم علشان ما ينموش ويكتروا في العدد، يعمل إيه؟ راح أصدر أمر إن شعب إسرائيل كله يشتغل في الطين واللبن. قال أحسن حاجة نلهيهم في الطين واللبن، نشغلهم عمال بناء، لما يتلهوا في الطين واللبن أقدر أتحكم فيهم عشان ما يسروش أكتر مني ويغلبوني. فأول خطة للشيطان انه يمنع نمو الانسان بواسطة انه يشغله بالطين واللبن، انه يشغله بالطين واللبن، يلهيه في مشاغل كتيرة، يقول له ابني. فشغل شعب اسرائيل في بناء الاهرام والمعابد والمدن بتاعته الحصينة، ولحد ما بنوا له مدينة مشهورة قوي اسمها رامسيس للاله رع، امون رع، وترجمتها مدينة الفساد او مدينة الهلاك. الشيطان باستمرار يحاول يلهينا، عايز يخلي مستوى حياتنا على مستوى الطين واللبن، اشتغل، روح، تعالى، كل، اشرب، يقيد الانسان. بس المشكلة انه لهاهم عن الطين في الطين واللبن مش برفاهية او بمشغولية، ده يقول استعبدوهم بعبودية مرة، مرروا حياتهم، سخروهم،
عشان كده شغلوهم بالصخرة وبالكرباب، رمز للنفس المذلولة المرتبطة بالعالم وباحتياجات العالم، ومش ارتباط مريح لكن ارتباط بصخرة، ارتباط بصخرة وبألم. لما الشيطان يتملك على الإنسان، يتملك على فكره وعلى إيديه وعلى رجليه، يتملك على رغباته، يتملك على احتياجاته، ويقع تحت العبودية. عشان كده الكتاب يقول في سفر الخروج إصحاح الأولاني: ومرروا حياتهم بعبودية مرة. بقت حياتهم طعمها مر. لكن في وسط الكلام ده يقول آية حلوة: حسبما أذلوهم هكذا نموا. على قد ما هم أذلوهم وزودوا عليهم الضرب والشغل، لكن بركة ربنا كانت معاهم، نموا وكتروا. ربنا نعمته اللي بتحفظ الإنسان في وسط الحروب. الشيطان هدفه ان الانسان ما ينموش، لكن الانسان اللي ربنا معاه حتى لو الشيطان حربه وحاول يذل فيه: وحسبما اذلوهم هكذا نموا. كان هدف الشيطان نحتال عليهم لئلا ينمو، لكن ما قدرش يتحقق الهدف لان هم نموا فعلا وكتروا، علشان يعرفوا ان مش بشطارتهم ولا بجهادهم هم نموا كتروا، لكن هم نموا كتروا بسبب نعمة الله، لان كان في وعد لابراهيم، وهذا الوعد دعم بقسم. ربنا اقسم لابراهيم: اجعل نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر، لان كان في وعد من الله وفي قسم من الله. عشان كده ما قدرش فرعون عليهم، فابتدى يدخل للمرحلة التانية. هو مش قادر انه يلهيهم في الشغل وفي الطين وفي اللبن، ومش قادر ان هو يوقف النمو بتاعهم لان ايدين ربنا شغالة معاه. فابتدى يصدر امر ان كل ابن يولد يطرح في النهر. عشان كده تبصوا نساء الاسرائيليات متألمات من هذا القرار. كل ابن يولد يلقى في النهر، والابن ده رمز لثمرة الانسان، والنهر ده رمز للموت. وكأن الشيطان بيقول لك: انت هتجاهد وهتحارب وهتجيب ثمر وهتكسر، لكن انا هاخد الثمرة بتاعتك وادفنها في الموت. حرميها في النهر، حرميها في النهر. عشان كده اصدر الامر بان كل ابن ذكر يولد، لان الابن الذكر هو رمز للقوة ورمز لمجد العائلة، يلقى في الموت، يلقى في النهر. العجيب ان الشعب بالرغم من انه عاش في عبودية مرة وذل تحت عبودية فرعون، الا ان محدش منهم فكر في انه يتحرر، محدش منهم فكر انه يخرج ويسيب ارض مصر. فضلوا مستكنين وقاعدين تحت العبودية، لان هم ارتبطوا بشهوات مصر، قدور اللحوم والبطيخ والكرات. بالرغم انهم حاسين ان عبوديتهم مرة ومستعبدين، الا انهم استكانوا للعبودية. الانسان اللي عارف انه مستعبد لكن مش عايز يتحرر من العبودية، عجباه العبودية دهيت، برغم انه يحيا في مرارة لكن مش عايز يتحرر، ما بيفكرش في الحرية. ممكن لانه مش حاسس بيها. ما هو المسيح جاي وكلم اليهود وقال لهم: ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا. فكان رد اليهود عليه: نحن احرار ولم نستعبد لاحد قط. تحررنا من ايه؟ احنا عمرنا ما كنا عبيد. ونسيوا ان هم قعدوا 400 سنة عبيد في ارض مصر، ونسيوا ان اللحظة اللي بيكلموا المسيح فيها هم عبيد للاستعمار الروماني. الانسان اللي بيتناسى عبوديته يقول: انا حر مش عبد، ما يفكرش في انه يتحرر. فالشعب كان مذلول ومستعبد لكن ما فكرش في الحرية، لحد ما اتولد طفل، وهذا الطفل كان جميلا
وبسبب جماله اخفاه ابواه، ما نفذوش امر فرعون لحد ما كبر وابتدى صوته يبان، فحس ان هما مش هيقدروا يخبوه بعد كده، فكان القرار بتاع امه انها تعمل صفت تطليب الزفت وتضع الطفل فيه وبعدين تسلمه للنهر. والعجيب ان هذا الطفل يرمز كثيرا الى شخص السيد المسيح، زي ما كان النهر سبب موت لكل الناس، لكل ابناء اسرائيل، زي ما كان الموت كان على كل البشرية، موسى اترمى في النهر بس النهر ما قدرش يموته، النهر كان سبب نجاة ليه، لان في النهر تلاقيه بنت فرعون فتاخده وتتبناه. رمز للمسيح اللي نزل للموت، اللي كان مسيطر على كل الناس لكن لم يقدر الموت ان يمسكه، وزي ما موسى طلع وكان سبب خلاص ونجاة لشعبه، ايضا المسيح خرج من الموت وكان سبب خلاص ونجاة لكل الشعوب ولكل الامم. وزي ما كان سبب جمال موسى نجاته مرتين، المرة الاولانية ابوه وامه لما قالوه شكله حلو استخسروا انه يرموه في النهر، كان سبب جماله سبب في نجاته. وايضا بنت فرعون لما شافته لقيته جميل فخدته واتبنته، وكان سبب جماله هو سبب النجاة، بالضبط زي السيد المسيح، أبرع جمال من بني البشر، من منكم يبكتني على خطية، بسبب بره وبسبب جماله وجد فداء أبديا وصنع لنا خلاص. فتنتشل ابنة فرعون ومن المكان اللي صدر فيه الحكم بالموت يصدر به الحكم بالحياة مرة أخرى، وبقى اسمه موشى أو موشيه، يعني المنتشل من الماء اللي خارج من الماء، وبقى موسى رمز لكل إنسان مسيحي، لأن كل واحد فينا خارج من المية منتشل من المياه. لما بنخرج من جرن المعمودية احنا بنتنشل من الميه، الميه اللي كانت بتغرق وتموت، ميه الطوفان ما بقتش تغرق لكن بقت سبب حياه وسبب نجاه للانسان. فبقى موسى رمز لكل انسان منتشل من الميه. بعدين اخته مريم اللي كانت بتتابع الموقف تقول لها انا اجيب لك مرضعه ليه، فتذهب تجيب امه وهي اللي ترضع ابنها لكن في بيت فرعون. ويتربى موسى بحكمة كل المصريين ويتربى في قصر فرعون لكن ايضا في احضان امه الحقيقية. كان ليه كل غنى وكل كنوز مصر، وكان هو الرجل الثاني في ارض مصر، تهذب بكل حكمة المصريين وكان ليه كل الثروات، لكن لما كبر موسى أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالحرية أن يذل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح أفضل من كنوز غنى مصر. لما كبر نزل لشعبه، نزل يتفقد شعبه والسخرة اللي هم عايشين فيها، نزل وشاركهم في حياتهم، ما قعدش يبص عليهم كده ويتكلم، لكن يقول في سفر الخروج في اصحاح 2: وحدث لما كبر موسى انه خرج الى اخوته لينظر في اثقالهم. كان رمز للمسيح، يقول استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهم، نزل واخذ جسد طبيعتنا علشان يشوف الثقل والالم اللي احنا عايشين فيه. فنزل يفتقد شعبه، وجد المصري بيضطهد الاسرائيلي، فظن ان الله يصنع خلاص على يديه، مسك المصري وقتله ودفنه، وافتكر ان الامر هينتهي على كده. بحماسه وغيره وباحساس بقوه
عضلية من عنده انه ممكن يصنع خلاص لشعبه ويحررهم من العبودية. صنع الحكاية دهية. لكن تاني يوم يلاقي الاثنين الاسرائيليين فيقول له الاسرائيلي: من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ اتريد قتلي مثل ما قتلت المصري؟ وزي ما رفض شعب اسرائيل موسى في البداية، ايضا رفض شعب اسرائيل المسيح في بداية خدمته. رفضوه: من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ عشان كده المسيح لما جه واحد يقول له: اسأل اخويا يقسمني الميراث، فالمسيح بص له كده وقال له: من اقامني رئيسا او قاضيا عليكم؟ سمع الكلام ده عند فرعون ان موسى قتل المصري، فاصدر الامر فرعون بان موسى يقتل. فجأة يلاقي موسى اللي كان فاكر نفسه انه يقدر يخلص شعبه من الذل اللي فيه، ان هو نفسه وقع تحت الذل، فيسمع امر موته فيهرب الى ارض مديان. يهرب لارض مديان. هي الصورة معلش مقلوبة، ادي مصر وادي النيل، يسافر الى ارض مديان العكس ناحية الشرق، يبتدي يهرب الى البرية، وفي البرية يبتدي يتقابل مع انسانة غريبة. يهرب الى برية مديان ويجلس تحت الشجرة ويلاقي قدامه بير وفي قطيع رعاه جاي يرعى، لكن الرعاه التانيين لقى واحدة جاية تملى من البير عشان تملى الخرفان بتاعها، ضايقوها، حبوا ان هم يملوا الاول. فقام موسى ودافع عنهم وملها وسأل الغنم بتاعتها، وكانت المرأة دهيت اللي هي صفورة، رمز للسيد المسيح اللي اقترن وتزوج بامرأة غريبة، امرأة أممية. صفورة دي كانت من مديانيين، مش من شعب الله، مش من شعب إسرائيل، لكن صارت عروس لموسى، وكان اللقاء عند البئر. رمز للمسيح اللي ارتبط بكنيسة الأمم وارتبط بيها وصارت عروس ليه عند البير، عند المعمودية، عند حلول الروح القدس. فيستضيف رعوئيل وبنته صفورة موسى عنده في الخيمة، ويتزوج موسى بصفورة وينجب ابنه ويسميه جرشوم، يعني غريب، يقول لأني كنت غريبا ونزيلا. ويموت الفرعون اللي اضطهد موسى وكان طالب قتله، ويعملوا له جنازته ويحطوه في تابوت ويدفنوه. لما شاف كده بني اسرائيل، تنهد بني اسرائيل من العبودية المرة، تنهد، يقول الكتاب: وصعد صراخهم الى الله، صرخوا ربنا من شدة العبودية. ابتدى الاحساس بالحاجة الى الحرية يتولد داخلهم، عايزين نتحرر. لما مات فرعون اللي كان مستعبدهم، ويقول الكتاب: فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية، فسمع الله انينهم، وتذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله. شاف ربنا العبودية اللي هم فيها، شاف الذل اللي هم كانوا مذلولين بيه، شاف ربنا ونظر وعرف. لكن في الوقت المعين موسى النبي لما قتل المصري كان سنه 40 سنة، لما هرب الى ارض مديان وعاش في برية مديان مدة 40 سنة تانية، في اللحظة اللي مات فيها فرعون وتمهد وصرخوا الى الله. طب 40 سنة يا رب تسيب موسى اللي كان متربي في قصر فرعون بكل المجد والغنى، عايش في عيشة فقيرة، يرعى غنم في برية وصحراء؟ يقول اه، اصل 40 سنة دخلت مصر الى قلب موسى، وموسى محتاج ل40 سنة تانية عشان مصر تخرج من قلب موسى. كان محتاج موسى لمدة 40 سنة
يتوه فيها في البرية لوحده علشان ربنا يخرج مصر من قلب موسى. موسى كان خرج من أرض مصر، لكن المهم مصر هي اللي تخرج من موسى. العبودية اللي هي ترمز إليها أرض مصر. لما صرخ بني إسرائيل إلى الله سمع الله أنينهم، وهو بيرعى غنم حماه ابتدى يشوف منظر عجيب. أميل الآن لأنظر هذا المنظر، منظر عليقة مشتعلة ولم تحترق. يقول فلما رآها الله أنه مال نداه وقال له اخلع رجليك من الموضع، اخلع عليك من لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. تملي ربنا كده لما يجد في قلب إنسان ميل، أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، يبتدي ربنا يعلن ليه. أول حاجة قال له اخلع النعل اللي في رجلك. أنت بتلبس النعل ليه؟ إنسان بيلبس النعل علشان ما يتعورش، عشان النعل يحميه من وساخة الأرض ومن الأشواك ومن الحاجات اللي موجودة في الأرض، لأن الأرض لما اتلعنت قال له شوكا وحسكا تنبت لك الأرض، لو مشي عليها برجليه حافية يتشوك. لكن لما تبقى الأرض مقدسة مفيش داعي للنعل، لأن الأرض مقدسة ما فيهاش شوك وما فيهاش حسك، أرض مش ملعونة. عشان كده اخلع نعليك. ابتدى ربنا يعلن له إني رأيت مذلة شعبي، ولأول مرة يتقال التعبير الجميل ونزلت لأنقذهم. سر التجسد، نزلت. يقول فنزلت لأنقذهم. وكان نزول ربنا في شكل هذه العليقة، نار مشتعلة في الأغصان والأغصان لم تحترق، رمز لاتحاد اللاهوت بالناسوت دون أن يثني اللاهوت الناسوت. والنار مشتعلة باستمرار، مش محتاجة الحطب يمدها عشان يوقد فيه باستمرار، لكن مشتعلة اشتعال ذاتي. فكان رمز التجسد الإلهي هو في نزول الله لكي ما ينقذ هؤلاء الذين تنهدوا وصرخوا من العبودية المرة. تدي ربنا يكلمه ويقول له هلم الآن فأرسلك لأني رأيت مذلة شعبي. بعد ما خلع نعليه، لأن الأرض الواقف عليها مقدسة نتيجة لوجود الله، زالت اللعنة. ربنا يقول له آدي شعبي ماضيه وحاضره ومستقبله، تعال طلع شعبي اللي الماضي بتاعه انه استعبد 400 سنة في أرض مصر، والحاضر بتاعه انه يحيا في مرارة العبودية الآن، والمستقبل بتاعه أنا بقول لك عليه تخرجوا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، توديهم أرض تفيض لبن وعسل. كان لبن رمز للغذاء والشبع، والعسل رمز للحلاوة، فده مكان الأرض اللي ملعونة اللي هي بتطلع شوكا وحسكا. أحررهم العبودية ودخلهم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فابتدى موسى يحط 5 أعذار لله، مش هقدر. أول حاجة قال له أنا من أكون أنا؟ أنا مين عشان أروح أخلص؟ ما أنتش عارف أنت مين يا موسى؟ فربنا قال له مش مهم أنت مين، لكن ها أنا أكون معك. المهم أنا هكون معك. موسى استقل نفسه. موسى ده اللي كان في وقت من الأوقات ظن ان الله يصنع خلاصا على يديه وقام وقتل المصري بقوته، دلوقتي بيقول له مين انا؟ فقال له مش مهم انت تبقى مين، لكن المهم انا اكون معك، انا اللي هكون معك وهتخلص. فبص له كده وقال له طب وانت تبقى مين؟ لو سألوني على اسمك اقول لهم انت مين؟ قال له أهيا الذي هو أهيا، I am that I am، أكون أكون. تكلمنا كتير عن كلمة أهيا،
اللي ترجمت الحروف بتاعتها